اعتقلت الشرطة البريطانية 3 أشخاص على خلفية التحقيقات في التفجير الانتحاري الأخير في مدينة مانشستر، والذي راح ضحيته 22 شخصا. كما قرر مجلس العموم البريطاني إلغاء جميع الحفلات والمناسبات العامة. ومن جهتها قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود إن منفذ الهجوم زار مؤخرا ليبيا وإنه لم يكن يعمل وحده، مضيفة أنه سيتم نشر قرابة 3800 عسكري في شوارع البلاد. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي قد رفعت حالة التأهب الأمني من حاد إلى حرج. تقرر بناء على التحقيقات التي جرت حتى الآن رفع مستوى الخطر الأمني من حاد إلى حرج. هذا لا يعني أن هناك احتمالا كبيرا لوقوع هجوم آخر فحسب، بل أن ثمة هجوما آخر قد يكون وشيكا. رفع مستوى التأهب يعني توفير المزيد من الموارد والدعم للشرطة، ولذا طلبت الشرطة موافقة وزير الدفاع على نشر عدد من العناصر العسكرية المسلحة دعما لقواتها. هذا الدعم هو جزء من الخطط الأمنية التي تعمل فيها قوات من الجيش والشرطة المدربة على العمليات المشتركة. وقد وافق وزير الدفاع على الطلب ودخلت الخطة حيز التنفيذ. هلع وخوف وصراخ ورعب، هذا التوصيف لمشهد ما حدث في قاعة مانشستر أرينا عندما فجر الانتحاري سلمان العبيدي نفسه لدى خروج آلاف المراهقين والأولاد من حفل المغنية الأمريكية أرينا غراندي. مانشستر مدينة قوية وعمل كهذا لن يؤثر عليها. أنا من مدينة أخرى وأعيش هنا منذ 3 أعوام وأعلم أن هذا لن يؤثر. عشرات القتلى والجرحى والمفقودين جراء هذا الاعتداء الذي تبناه تنظيم داعش. وقد شددت الشرطة إجراءاتها الأمنية في الأماكن العامة وقامت بعمليات مداهمة بحثا عن مشتبه بهم يكونون على علاقة بالاعتداء الإرهابي الذي ضرب قاعة مانشستر أرينا، أكبر قاعة مغطاة في أوروبا وتتسع ل 21,000 شخص. شخصيا أشعر ببعض الخوف، لن ندع ذلك يؤثر على حياتنا اليومية. يجب أن نتحلى بالهدوء والقوة ونمضي قدما. بريطانيا التي كانت تتحسب لهذا النوع من الهجمات ولا سيما بعد اعتداء لندن، إلا أن المفاجأة كانت في هول هذا الاعتداء بحسب المراقبين. الناس هنا يتفهمون نوعا ما أن الإجراءات الأمنية ليس بإمكانها وقف كل العمليات الإرهابية، وإن كانوا يعتقدون بأن مثل هذه التهديدات قد تحصل على الرغم من الإجراءات الأمنية. السؤال فيما لو أن هذا المعتدي معروف لدى الشرطة أم لا؟ إذا نعم، لماذا لم يتم توقيفه أو لماذا لم يكن تحت المراقبة؟ ويرى مراقبون أن انتهاء التحقيقات واستكمال كافة العناصر سيسمح للحكومة البريطانية المعروفة بتريثها باتخاذ الخطوات اللاحقة، ولا سيما في مسألة مكافحة الإرهاب. صحيح أن هوية المعتدي باتت معروفة، إلا أن الشرطة البريطانية تواصل عملياتها وتحقيقاتها من أجل معرفة ما إذا كان له شركاء قدموا له العون اللوجستي أو مدوه بالحزام الناسف. توني شمي، الحرة، مانشستر.